طب عندي سؤال، ليه دايما او الانشاد بتاعكم مرتبط بالمواجع؟ كلام المواجع ده كل واحد موجوع، مش حد خالي من الهم، صح؟ كل واحد موجوع، بقول كلمه اذا كانت على العليل او الطبيب او البخت او الزمن او النصيب، بيبقى مطابق الحاله اللي عند فلان ده، فجسمه بيستريح. الانشاد بيعالج مريض، بيريح الكبت اللي مكبوت جوه داخله، هو مع التطويح وبيتروح الكبت بيطلع منه بيستريح. طبيب القلوب بالليل ما بنامش، النوم يا فاني وحتى الاكل ما باكلش، بقالي مده وانا نايم على فرشي، ما تقولي فين الدواء، واللي توصفه يمشي، كشف عليا وقال لي بس ما تخافشي، دوا كرفتوه وكنت انت ما تعرفش، دوا تدور النبي قوم يلا ما تنامش، فقمت من فرشي وطردت اهلي. وسافرت أرض الحجاب للهاشم القرش، لما دخلت المقام ورفعت فيه جريشي، لقيت الروضة الشريفة جبل ما وصفش، يا اللي انت قلبك بحب المصطفى مشغول، ومن فوق المال وعلى زيارته ما تبخال.